تحية طيبة لكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، نلتقيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من البرنامج اليوم المباشر بالسنتر، والحديث اليوم عن أكثر من محور. نتحدث عن مباراة منتخبنا الوطني الودية أمام منتخب فلسطين، هذه المباراة التي أقيمت على ملعب البصرة. أيضا راح نتحدث عن كأس الاتحاد الآسيوي وذهاب نصف نهائي بطولة غرب آسيا، القوة الجوية والعهد اللبناني، وأيضا هذا الحديث ومحاورنا أكيد راح تأخذنا إلى موضوعة الدوري وكيف تسير هذه البطولة في الوقت الحالي في طريقها إلى نهاية المطاف اللي من المفترض أنه يكون في نهاية أو منتصف الشهر السابع. أحبتي المشاهدين، دعونا في هذه الحلقة نرحب بالمحلل الكروي الكابتن صفوان عبد الغني. مساء الخير. مساء الخير استاذ هشام، تحياتي لك وتحياتي لكل مشاهدي العراقي الرياضي. كابتن، خل ندخل بالمحاور حتى يسعفنا الكلام على مدار ساعه تلفزيونيه من الان. بالبدايه نقول مبارك لفريق القوه الجويه، الفوز في مباراه ذهاب نصف نهائي بطوله غرب اسيا على العهد اللبناني بثلاثه اهداف لهدف المباراة التي أقيمت في كربلاء. احنا من يوم أمس شددنا على أن يكون الفوز بفارق كبير حتى نستغل مباراة الإياب اللي راح تكون في لبنان، واحنا داخلين للمباراة القادمة اللي من المفترض أنه تقام يوم 15 من الشهر الجاري، واحنا مرتاحين البال وما داخلين في حسابات معقدة. مبارك لصقور الوطن، مبارك لكل الجماهير العراقية وجماهير نادي القوة الجوية بهذا الفوز الثمين للفريق الأزرق. فوز مهم، فوز ثمين، نقدر نروح نلعب في لبنان وإحنا بعيدين عن الحسابات المعقدة. فلا، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالبداية مبارك لفريق القوة الجوية، إدارة، كادر تدريبي ولاعبين. هذا الفوز صراحة يمكن راح يبعد عنهم الضغوطات في المباراة المقبلة إن شاء الله، مباراة الإياب أمام العهد اللبناني. ما شاهدناه في مباراة اليوم صراحة مباراة جميلة جدا من الطرفين، وبالذات من فريق العهد. يعني ما شاهدنا فريق العهد اليوم فريق ممتاز جدا، نتيجة المباراة ما تعكس لك الأداء. فريق جيد فعلا، يمكن اليوم فاجأني مستوى فريق العهد عكس المباريات اللي خاضها أمام فريق الزوراء، اللي كان فريق الزوراء متفوق عليه في بعض أوقات من المباراة. اليوم شاهدنا فريق العهد كان مميز على طول المباراة كاملة، يمكن الدقائق الأخيرة كانت لمصلحة القوة الجوية اللي كان باستطاعته أن يعزز نتيجة المباراة وأحرز هدفين، يمكن سببت له فد عامل مريح إن شاء الله في المباراة المقبلة أمام فريق العهد في لبنان. المباراة بالمجمل كانت جميلة، ذكرت لك من الطرفين، يمكن الإرهاق وما يعيشه القوة الجوية الفترة الأخيرة والمباريات المضغوطة أثر على مستوى أغلب اللاعبين في مباراة اليوم. اليوم شاهد فريق القوة الجوية رغم نتيجة المباراة الممتازة في رأيي الشخصي، بس ما شاهدنا فريق القوة الجوية ما اعتدنا عليه في المباريات السابقة لسبب رئيسي، أعتقد الإرهاق. توقف الدوري في الفترة الحالية ما بين المبارتين أعتقد راح يكون نقطة إيجابية لفريق القوة الجوية، وراح يكون أيضا مثل ما نقول جتي بالمكان. بالفعل استاذ هشام، وهذا يمكن جانب مهم جدا يحتاجه فريق القوة الجوية بالوقت الحالي، اذا ما اراد حتى وان كان نتيجه المباراه 3-1 بس لحد اللحظه من حسمت موضوع التاهل لفريق القوة الجوية. ذكرت لك فريق العهد ما قدم في مباراه اليوم، يجب على فريق القوة الجوية ان يحسب لهذا الفريق الف حساب في مباراه الاياب، لما يمتلكه من ادوات، ما يمتلكه من طريقه لعب مميزه جدا بنقل الكره. شاهدنا مباراه صراحه مثاليه، يمكن فريق القوة الجوية اليوم خدمه بشكل كبير ايضا الحظ والتوفيق. يعني شاهدنا اكثر من فرصه خطره لفريق العهد، لو مستغليها بشكل امثل كان صعبت المهمه على فريق القوة الجوية. شاهدنا اليوم يمكن فريق القوة الجوية ذكرت لك يعني مو بوضع الطبيعي اللي شاهدناه، دائما ما كان مميز في مباريات الكاس الاتحاد الاسيوي وحتى في الدوري. ضغط المباريات كابتن، اكيد انا ذكرت لك استاذ هشام ضغط المباريات اثر بشكل كبير على فريق القوة الجوية في مباراه اليوم. اعتقد هذا السيناريو ما راح يتكرر في مباراه الاياب لسبب رئيسي، هو اعطاء اللاعبين اسبوع كامل من الراحه. احنا شاهدنا الفتره اللي فاتت خمسة ايام الى اربعة ايام وتخوض مباراه، اعتقد هذا جانب ما كان كافي لاستشفاء اغلب اللاعبين اللي هم مستمرين دائما باللعب. فريق القوة الجوية يمتلك ركائز اساسيه، هي هذه الركائز دائما ما شاهدها مستمره باللعب، وهذه الركائز ايضا معدل اعمارها تجاوزت ال 30
وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن نركز عليها الكادر الفني. إذا ما تلاحظ الركائز الأساسية لفريق القوة الجوية أعمارها تجاوز 30، هذا اللاعب يحتاج إلى فترة طويلة حتى ممكن أن يعيد استشفاءه، وهذا يمكن الجانب راح يأهل فريق القوة الجوية أن يخوض مباراة الإياب بشكل أفضل، بشكل مريح أفضل. بالإضافة إلى الكابتن راضي شنيشي، المشاهد اليوم يمكن كان عنده قراءة واضحة لفريق العهد اللبناني لسبب رئيسي، أنه اليوم فريق العهد اللبناني امتلك وسط ميدان المباراة وكان مميز من خلال المباراة. أعتقد خلال مشاهدة الكابتن راضي شنيشن لمباراة اليوم راح تتغير كثير حسابات الكابتن راضي شنيشن من خلال طريقة اللعب، من خلال التشكيل. أعتقد راح يكون الأمر بشكل أفضل لفريق القوة الجوية في مباراة الإياب، رغم أن المباراة راح تكون أيضا في ملعب الفريق العهد، بس مع ذلك قراءة سيناريو المباراة في مباراة اليوم أعتقد راح يسهل المهمة على فريق القوة الجوية. هدف العهد ما راح يشكل مشكلة؟ يعني بصراحة ما كنا نتمنى أنه فريق العهد يسجل هدف، ويمكن هذا الهدف أستاذ هشام أنت مثل ما تعرف المباراة الذهاب والإياب وخروج المباراة الخروج الخاسر أو التأهل من مباراة واحدة يمكن راح يسبب عائق. أنت مثل ما تعرف الهدف في هدفين ممكن النتيجة 2-0 تأهل فريق العهد اللبناني، بس مع ذلك أنا مطمئن على النتيجة. يمكن لو 1-0 أو 2-1 كان يمكن المباراة راح تكون صعبة جدا على فريق القوة الجوية. 3-1 باستطاعة فريق القوة الجوية ما يمتلكه من أدوات خاصة من الناحية الهجومية مميزة جدا، في أي لحظة ممكن أن يسجل على فريق العهد اللبناني حتى في مباراة الإياب راح يصعب المهمة على فريق العهد. أنت هدف واحد تنتهي خلاص تنتهي الأمور، راح تكون صعبة جدا على فريق العهد اللبناني مباراة الإياب إذا ما سجل فريق القوة الجوية هدف واحد. أنت مثل ما تعرف أستاذ هشام حتى وإن فاز فريق العهد اللبناني بنتيجة 3-1 راح ترجع المباراة للتعادل، الأربعة أعتقد صعبة أن نسجل أربعة أهداف. ممكن في فكر راضي الشنيشل وأنت متابع للدوري، ممكن في فكر راضي الشنيشل أنهم يلعب على نتيجة خلينا نقول التعادل السلبي، يغلق المناطق، يغلق المناطق الدفاعية، يسيطر على الوسط، يلعب بمهاجم واحد للأمام يعني بداية. يعني هذا وارد جدا أستاذ هشام، بس حتى إذا ما شاهدت مباراة اليوم، حتى مباراة اليوم الكابتن راضي شنيشل لعب بتحفظ، ما كان عنده الجرأة الهجومية. شاهدنا بعد هدف المباراة الأول على أساس أي نتيجة سلبية في ملعبك هذا راح يسوي لك مشكله أكيد. في ملعب الخصم اكيد هذا يمكن الكابتن راضي شنيشل خالف في حساباته واعتقد توفق به بشكل كبير، رغم انه فريق العهد حتى وان دافع الدفاع المنطقه يعني عند الادوات اللي ممكن ان تخترقك، وشاهدنا اليوم رغم فريق القوة الجوية كان رجوعه للثلث الاخير ودفاع تقريبا المنطقه، بس ايضا كان فرص كثيره لفريق العهد اللبناني وكان ممكن ان يستغلها وممكن يسجل الاهداف. فريق القوة الجوية انا في رايي الشخصي الكابتن راضي شنيشل يمكن احدى الحلول للقوة الجوية في مباراة الإياب هي انه انت تهاجم، اذا ما فكرت بالدفاع اعتقد ان المباراة راح تكون صعبة جدا. وحتى وان كان الكابتن راضي شنيشل فكر انه مثل ما تفضلت انه يرجع للدفاع ويكون اكو تحفظ دفاعي، بس ايضا يمتلك الكابتن راضي شنيشل عودة همام، اليوم همام كان ايضا غيابه له تأثير كبير، ايضا يمتلك لاعبين جيدين على الاطراف ممكن ان يصنعوا لك الفارق، بالاضافة الى تواجد لاعب اليوم بعد نزوله اعتقد ايضا خلق التوازن لفريق القوة الجوية اللي هو صالح سدير. صالح سدير من اللاعبين المميزين، يعني اليوم غيابه عن المباراة ايضا اثر على خط وسط فريق ميدان فريق القوة الجوية. لما تلاحظ اليوم اللاعبين الكرواتي وايضا زاهر ميداني ما كان بصلاحتهم ان يتفوقون على 3 لاعبين كانوا مميزين اللي هم محمد حيدر، وبالاضافه الى المحترف الافريقي ايضا عندهم عيسى يعقوب، وبالاضافه الى هيثم فاعور. لكن ساهم صالح بتسجيل الهدف الثالث، يعني اكيد استاذ يعني وجوده ضروري، يعني اصبح يعني وجود صالح هو صالح سدير تواجده بالفتره الحاليه هو اللي من الفريق، هو اللي نجح طريقه اللعب اللي يلعب بها الكابتن راضي شنيشل، وكان اضافه كبيره للفريق، بالاضافه الى احمد اياد كثير من اللاعبين الجيدين ايضا كانت اضافه للفريق. بس النقطه الرئيسيه اللي كانت مميزه لفريق القوة الجوية هو استقطاب صالح سدير هذه الفتره لتواجده في مركز يفتقد فريق القوة الجوية. بعد خروج بشار رسن فريق القوة الجوية افتقد الى دور صناعه اللعب، رغم اليوم احنا شاهدنا يمكن حمادي ذهابه على الطرف ايضا كان نقطة سلبية، شاهدنا ايضا حمادي ما يمتلك المقدرة البدنية انه يدافع على الطرف، شاهدنا طريقة اللعب اليوم اللي خاض بها الكابتن راضي شنيشل بها نقاط ايضا سلبية ممكن ان يتلافاها الكابتن راضي شنيشل. اللي انت تلعب بالاربعة اثنين او اربعة ثلاثة ثلاثة مصطفى حسين تلعب على الطرف ما عنده المقدرة ان يدخل لعمق الملعب يكون يعطيك اضافة الزيادة العددية في وسط الميدان من ناحية دفاعية، كان من المفترض على الاقل تقدير ممكن ان تلعب بالاربعة ثلاثة ثلاثة بزج احمد اياد، ممكن احمد اياد عنده المقدرة ان يدخل لوسط الميدان ويخلق لك التوازن لفريق القوة الجوية. بعد التغيير اللي اجراه الكابتن راضي شنيشل بخروج امجد وزج صالح سدير رجع التوازن لفريق القوة الجوية اللي رجع لطريقة اللعب الاربعة اثنين ثلاثة واحد اللي
صار عندك محطة لعب خلف حمادي، حمادي رجع كمهاجم صريح للأمام اللي كان يقوم بأدوار على الطرف الدفاعية اللي أرهقته بشكل كبير، ما يمتلك الحمادي المقدرة البدنية بهذا عمره أنه يؤدي لك دور دفاعي على الطرف، رغم كان أكو تبادل أدوار ما بينه وعماد محسن خلال هذا الجانب، بس مع ذلك حمادي إذا ما كان للأمام كان أدواره بشكل مثالي، ممكن أن يستغل الكابتن راضي شنيش الطريقة مثالية استغلها الكابتن باسم قاسم الموسم اللي فات، هي طريقة اللعب 4-1-3-2، هذه الطريقة في رأيي الشخصي تناسب فريق القوة الجوية بشكل مثالي ما يمتلكه من أدوات. إذا ما لعب فريق القوة الجوية بال4-1-3-2 والاستغناء عن أحد لاعبين ارتكاز وزج صالح سدير خلف حمادي وأمجد راضي، وأيضا عندك أطراف مميزين سواء عماد محسن وهمام طارق، أعتقد راح تكون عندك قوة هجومية ضاربة، بالإضافة ممكن أن زاهر ميداني تواجده أمام قلبين الدفاع اللي هم سيبستيان وسامال راح يخلق لك التوازن. إحنا شاهدنا اليوم عدم تفاهم ما بين زاهر ميداني بالإضافة إلى سنن اللاعب الكرواتي، ما كان أكو يعني أكو تنسيق ما بين اللاعبين عكس فريق العهد اللبناني، شاهدنا اليوم فريق مميز جدا لسبب رئيسي يمتلك وسط ميدان على مستوى عالي، تبادل المراكز ما بين لاعبين الطرف ووسط الميدان خلق مشكلة لفريق القوة الجوية في مباراة اليوم، شاهدنا أغلب أوقات المباراة فريق العهد مستحوذ على الكرة، بالإضافة إلى المهارة ما يمتلكون لاعبين العهد اللبناني، صراحة لاعبين مميزين يمتلكون المهارة العالية اللي مو بسهولة أن يفقد الكرة، شاهدنا تمرير الكرة بشكل مثالي وصولهم أيضا بشكل مثالي، أعتقد مباراة الإياب رغم النتيجة الطيبة لفريق القوة الجوية أيضا راح تكون مباراة صعبة ما راح تكون سهلة على فريق القوة الجوية، بس يمكن نتيجة المباراة راح ترفع الضغوطات مثل ما تفضلت على اللاعبين، راح تأهلهم لدخول المباراة بعيدين عن الضغوطات اللي ممكن كان سببهم إرباك في مباراة اليوم لو كانت نتيجة ثانية. كابتن إذا نتحدث بشكل عام، إذا نتحدث أو نرجع للوراء، نرجع لدور المجموعات ما بين الزوراء والقوة الجوية ممثلين عن الوطن في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، باعتقادك ذهاب القوة الجوية إلى مديات أبعد في هذه البطولة وخروج الزوراء من دور المجموعات، هل هو ضغط المباريات أم هو شخصية البطل للقوة الجوية هي من دفعته إلى الأمام؟ يعني الزوراء فقد كثير من اللاعبين اثناء ضغط المباريات ما بين الدوري وما بين كاس الاتحاد الاسيوي، اعتقد 4-5 لاعبين فقدهم، واذا نتحدث عن القوه الجويه ايضا فقد مجموعه من اللاعبين، لكن عمليه التدوير وشخصيه البطل في هذه البطوله هي من اوصلته الى مديات ابعد. فعلا استاذ هشام، يعني صراحه اليوم كنت اتمنى المباراه تكون ما بين القوه الجويه والزوراء لسبب رئيسي، انه كان باستطاعه فريق الزوراء ان يكون متصدر لمجموعته من خلال مباراه العهد اللي اقيمت على ملعب كربلاء، تسجيلهم هدف المباراه بوقت متاخر من ثم اعطوا هدف التعادل سبب بشكل رئيسي على عدم تاهلهم للدور الثاني، بالاضافه اذا ما تكلمنا فنيا فريق الزوراء فقد اكثر من عنصر اساسي بالفريق للاصابه واثر على مستوياته من خلال ضغط المباريات يعني استطاع عن القوه الجويه ان ينجو فعلا، والزوراء كانت عكسيه علي لاسباب اعتقد في رايي الشخصي هي ذكرت لك الاصابات الاصابات الكثيره، الاصابات اصبحت يعني عند فريق الزوراء خط الدفاع كله بغير يعني بغير طبيعيه، يعني بصراحه اتكلم لك استاذ هشام يعني اكثر من لاعب ابتعد للاصابه، رغم انه بعض الاصابات هي اصابات مفصل يعني ما تتدخل بجانب الضغط او الجهد البدني، ممكن خاصه عباس قاسم شاهدنا اصابته كانت بليغه جدا، هي التواء بالكاحل وابتعد عن الفريق، خط دفاع فريق الزوراء رغم الابتعاد اغلب العناصر الاساسيه ايضا عانى بشكل كبير من خلال البطوله، وخاصه بطوله كاس الاتحاد الاسيوي تختلف عن بطوله الدوري، اذا ما تقيس الفرق اللي انت تواجهها هي فرق مميزه في 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 بلدانها، فرق متصدره فريق العهد، فريق الجيش ايضا كان ضمن المجموعه لفريق الزوراء، وفريق على ما اعتقد فريق الجيش والعهد كانوا فرق مميزه كانوا يتنافسون مع فريق الزوراء على التاهل. المباراة الأخيرة أيضا كان لها حسابات لفريق الزوراء، كان ممكن أن تبعد فريق القوة الجوية عن التأهل، هي توفيق، يمكن حسين علي سجل هدف المباراة، الزوراء تأهل الدور القادم، الدور هذا كان دور وكان ممكن فريق القوة الجوية أن يخرج، هي كلها حسابات، بس أنا كنت أتمنى الفريقين يتأهلوا لسبب رئيسي، الفريقين يمتلكون لاعبين افضل من كل اللاعبين اللي متواجدين حاليا في البطوله على مستوى وانا برايي رايي كابتن اذا تسمح لي فضل. رايي انه لو ما ضغط المباريات ولو هذا الضغط يعني رب ضاره نافعه،
يعني لو ما هذا ضغط المباريات كان الدوري كمل بالتاسع او يجوز بالعاشر صح لولا هسه احنا هسه على هذا الحال احنا قابلين به احنا كاعلام قابلين به حتى يخلص بالسابع يبقي بالتاسع اقل انت عندك شهرين اكو استعدادات للمنتخب لا ننسى انه اكو بطوله كاس اسيا الفريق يحتاج لاعبين محليين يشاركون مع المنتخب فبالتالي قد تكون بطولة كأس الاتحاد الآسيوي مثل ما قلت لك رب ضارة نافعة لا لا بكل الأحوال أستاذ هشام يعني على مستوى العالم رغم ضغط الدوري هذا الموسم أعتقد كان نقطة إيجابية بعيدا عن تأهل الزوراء تأهل الزوراء رغم الضغط هو الضغط عاش الفريقين القوة الجوية الزوراء بس ذكرت لك السبب الرئيسي هي الإصابات مو فقط ضغط المباريات ضغط المباريات كان يمارس على الفريقين القوة الجوية والزوراء الإصابات بالإضافة يمكن في بعض الأحيان ما كان أكو توفيق لفريق الزوراء ذكرت لك مباراة العهد اللبناني في 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 كربلاء كان ممكن أن تحسم تأهل فريق الزوراء أعتقد هي هذه كانت نقطة التحول لفريق الزوراء حتى مو مباراة الجيش مباراة الجيش السوري اللي خاض فريق الزوراء واللي تعادل بها أيضا ما حالف التوفيق كانت على حساب القوة الجوية لا أنا كنت أتمنى الفريقين يتأهلون كان المباراة اليوم تقام ما بين القوة الجوية والزوراء كان ممكن أن تحسم لك تأهل أحد الفريقين وأعتقد كانت تكون مباراة مثالية جدا أنا ردت أوصل لك أنه لو ما ضغط المباريات كان الفريقين أنه احتلوا مراكزهم الأولى بالمجاميع وهذا ما كنا نتمناه أستاذ هشام فعلا هم يستحقون الفريقين ذكرت لك يمكن ضغط المباريات بالإضافة إلى الإصابة أثرت على فريق الزوراء واستمرارها بالبطولة الآسيوية بس مع ذلك تواجد فريق القوة الجوية أيضا وان شاء الله تاهله للدور القادم اعتقد راح يمكن يخفف علينا او يعني يقلل من 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 عدم تاهل فريق الزوراء احنا كنا نتمنى يتاهل الفريقين بس حتى يمكن لو فريق الزوراء متاهل كان اليوم التقوا الفريقين وكان ايضا يتاهل احد الفريقين للدور القادم احنا ما يهمنا اي فريق من الفريقين يتاهل الفريقين يمثلون الوطن ويشرفنا تاهل كان الفريقين واعتقد اذا ما تاهل القوه الجويه للدور القادم اعتقد هذا شيء يحسب تتوقع انه القوه الجويه راح يوصل الى مديات ابعد في البطوله يعني في رايي الشخصي العائق الاكبر راح يكون في المباراه القادمه مو هذه المباراه مع الفريق العهد ان شاء الله الفريق العهد ممكن أن يتغلب عليه ويصعد الدور القادم نهائي غرب اسيا اعتقد هي المشكله الاساسيه فريق الفيصلي والجزيره ويمكن على الاكثر فريق الفيصلي مؤهل انه يكون في طرف المباراه النهائيه راح يكون عائق ممكن لفريق قوة الجوية بس مع ذلك فريق قوة الجوية يمتلك من أدوات بالإضافة إلى الخبرة بالإضافة إلى كادر تدريبي يأهل أن يجتاز هذه المراحل ويوصل إلى نهائي كأس الاتحاد الآسيوي اللي راح يمثل غرب آسيا وشرق آسيا رغم أنه راح تجيك فرق يمكن جيدة تمتلك السرعة تمتلك سرعة الانتقال بس مع ذلك كل الفرق في كأس الاتحاد الآسيوي في رأيي الشخصي فنيا يعني مو أفضل من فريق الزوراء والقوة الجوية كل الفرق انت اذا ما شاهدت حتى الموسمين اللي فاتت شاهدنا فريق القوة الجوية تفوق على كل الفرق اللي واجهها وكان حصول على لقب البطولة قدم من الجانب الاخر فريق من سنغافورة وفريق من اندونيسيا من اندونيسيا يعني انت مثل ما تعرف استاذ هشام احنا اذا بنقيس الدوريات نقيسها على مستوى منتخباتها رغم انه ممكن ان ندعم انديتك بمحترفين بس مع ذلك سنغافورة واندونيسيا يعني مو دول متطورة في كرة القدم دورياتهم افضل يعني محترفين يعني هو هذا اتكلم لك عنه ممكن من خلال المحترفين يصنعون لك الفارق مو من خلال اللاعب المحلي صح هذا اللي اتكلم لك عنه احنا للاسف الشديد احنا ما باستطاعتنا انه نستقطب لاعب محترف يمكن افضل من هذه الدوريات اللي دا يكون المحترف دا يجي مستواه قريب من اللاعب المحلي وما دا يعطيك الاضافه اللي ممكن تخدمك رغم انه تواجد زاهر ميدان في رايي شخصي وسبستيان لفريق القوة الجوية كان نقطه تحول لفريق القوة الجوية وايضا كانوا مميزين من خلال هذا الموسم كابتن صادفت اليوم مع مباراه القوة الجوية مباراه منتخبنا الوطني الوديه امام فلسطين المباراه بطابعها المحلي لمنتخبنا الوطني انتهت بالتعادل السلبي كثير من المتابعين كثير من الوسط الرياضي من النجوم أنا أسمعهم يعني شنو الفائدة الفنية من هذه المباراة وفي هذا الوقت بالتحديد يعني ممكن تعود بالفائدة الفنية على مجموعة من اللاعبين يعني في رأيي شخصي بالرغم من نتيجتها يعني قياسا بالمجموعة اللي وقعنا بها في نهايات كأس آسيا ممكن مباراة فلسطين تخدمك على مستوى أنه أنت راح تواجه فريق اليمن بصراحة كمقياس وانت هذا ضروري يجب ان تلعب مع فريق بمقياس او مقدره فريق ايران بالاضافه الى باقي المجموعه ممكن ان تخوض
مع منتخبات بمستوياتها حتى ممكن أن تنفذ طريقة اللعب اللي ممكن أن تخوض بها البطولة. وأعتقد هذا جانب مهم جدا كان من المفترض على الكابتن باسم قاسم تعاوده في مباراة اليوم، رغم أنه أغلب اللاعبين متواجدين في مباراة اليوم هم لاعبين محليين، بس أيضا هم لاعبين دوليين ومن الركائز أيضا أساسية بالمنتخب الوطني. يعني اليوم إذا ما تقيس لاعبين اللاعبين الأساسيين اللي خاضوا مباراة اليوم من 6 إلى 7 هم ركائز أساسية بالمنتخب الوطني، يدعمون ببعض اللاعبين المغتربين والمحترفين. هذا يعني معذر، بالإضافة أنه ممكن أن يكتشف لاعبين، وأنا ضد هذا الأمر. إحنا للأسف الشديد الفترة الأخيرة أستاذ هشام صار عندنا حالة غير صحية، أنه المنتخب الوطني صار حقل تجارب للاعبين، أنه أنت تستقطب لاعبين ممكن تجارب للاعبين أو للمدربين؟ لا لا عفوا، المدربين إحنا منتهي من عنده، المدربين متفقين عليه، احنا صرنا حق التجارب للمدربين رغم استقرار الفتره الاخيره على الكابتن باسم قاسم، بس ايضا صار تغيير كثير للمدربين، احنا هذا الامر متفقين عليه. مدربين صار عندنا تغيير كوادر فنيه بصوره غير طبيعيه، وهذا ايضا انا قصدي التغيير، تغيير رؤيه المدرب للاعب، تغيير مجموعه من اللاعبين من قبل المدربين. لا هذا طبيعي، انت لازم تخلي في بالك مجموعه لاعبين. أنا في رأيي الشخصي اللاعبين اللي ممكن أن يتواجدون في المنتخب الوطني ما يتجاوزون 30 لاعب. في رأيي الشخصي 30 لاعب هم اللي ممكن أن تخليهم في بالك ككادر فني للمنتخب الوطني. أي مدرب يكون حاضر مع المنتخب الوطني بالوقت الحالي في رأيي الشخصي ما يتجاوزون 30 لاعب. هسه مو هذا هذا معمول به، بس هذا معمول به هذا الموضوع. الآن القائمة هي تقريبا مثل ما ذكر الكابتن باسم بأكثر باللقاء بأكثر من تصريح بأنه القائمة تقريبا صارت شبه مغلقة، على اعتبار انه او فقط راح يكون هناك تغيير 4 أو 5 لاعبين بالقائمه. يعني الفتره الاخيره وصلنا لل40 وتجاوزنا دعوات اللاعبين بالفتره الاخيره. اليوم يمكن شاهدنا رعد فنار، شاهدنا مصطفى حارس ضد نفط، كثير من اللاعبين اللي يدعون بالفتره الحاليه هم لاعبين جيدين، بس مو على حساب المنتخب الوطني. يجب ان ننطي هيبه للمنتخب الوطني، يكون اللاعبين محددين، ويكون تركيز الكادر الفني على مجموعه ممكن ان يخوض بها من الان. استاذ هشام من الان الكابتن باسم قاسم يفكر بالمجموعه اللي ممكن ان يخوض بها نهائيات كاس اسيا، لاسباب ممكن ان توصل فكرك للاعبين من خلال هؤلاء اللاعبين، ممكن ان توصل طريقه اللعب اللي ممكن ان تخوض بها بطوله كاس اسيا، كثير من الامور الفنيه اللي ممكن ان تنفذها على اللاعبين من خلال هذه الفتره. اليوم مباراه اليوم الغايه الفنيه اليوم افتقدت اغلب اللاعبين ممكن هي مو بطلب من يعني بالمناسبه هي مو بطلب من المدرب المباراه حتى وان كان استاذ هشام، يجب ان نستغلها. ذكرت لك احنا في مجموعتنا اكو فريق موازي لفريق فلسطين اللي هو اليمن. اليوم انت لو استقطبت لاعبين اللي الركائز الاساسيه، لا مكابتن اذا تسمح لي، احنا هسه بشهر الخامس، نعم، بطوله كاس اسيا 2019، نعم، يعني احنا هسه بشهر يعني احنا بعد 6 أشهر راح نستفاد من المباراه. هذا احنا المشكله هذا تفكير لسبب رئيسي، احنا نفكر قبل البطوله بشهر. لا مو انا مثل على اساس فنيا اتكلم على اساس الاتصال الهاتفي اللي نعم. جمعنا يوم امس مع الكابتن باسم قاسم، قال الانطلاقة الحقيقية والمفصل الحقيقي للوقوف على وضع الفريق بصورة عامة هي مباراة كوريا الجنوبية، اللي راح أو هي مباراتين، مباراة راح تكون بسيئول ومباراة راح تكون بالعراق، هذا بالشهر التاسع. إيش قد مدتها أستاذ هشام؟ المباراتين مدتها راح تتجاوز 10 أيام؟ لا تقريبا 15 يوم، مو بعدها راح تكون هناك 5 مباريات حسب طلب المدرب. بس البارحه ضحكني الكابتن عباس عبيد، قال ما اعتقد ولا مباراه راح تتحقق منها ال5 مباريات، لان طلب الكابتن قال اني بعد مباراه كوريا الجنوبيه طلبت من الاتحاد انه تكون هناك مباراه اكبر واكثر قيمه من مباراه كوريا الجنوبيه، قال ما راح يحصل فعلا. يعني هذا وارد جدا، ممكن ان ما تحصل مباراه، لازم تخلي له خطه طوال. بالاضافه لاستاذ هشام، احنا الكل متفقين انه اللاعب العراقي ما يمتلك ثقافه ال 72 ساعه وقدومه للمنتخب الوطني، بعدهم متعودين على المعسكرات لحد الان. فافضل فرصه في رايي الشخصي للكابتن باسم قاسم هي مو شهر التاسع، خليه يستغل مثل ما استغل الكابتن عبد الغني شهد قبل اولمبياد البرازيل، وكان عنده معسكر طويل الامد اللي ذهب فيه باوروبا وكان عنده مباريات، استغل فتره التوقف الدوريات اللاعبين المحترفين والمغتربين. ما باستطاعتك ان تحصل على اللاعبين المحترفين والمغتربين خلال غير توقف الدورياتهم، من الصعب جدا ان تاتي بلاعب قبل المباراه او تطبق عليه فكرك او تطبق ما تريده من عنده خلال هذا الوقت. اعتقد افضل وقت للكابتن باسم قاسم بعد توقف دورينا
حتى وإن كان في شهر الثامن إلى بداية التاسع، بداية دوريات كل الأندية، ممكن أن يكون طلب للكابتن باسل قاسم لأغلب اللاعبين أن يتواجدون خلال هذه الفترة مع المنتخب. هو أعتقد هناك معسكر تدريبي راح يكون هذا الوقت المثالي، يعني بنص الثامن هذا الوقت المثالي أستاذ هشام. أما بتذكر لي المباريات اللي راح نخوضها، مباريات اللي راح نخوضها تجمع المنتخب ما راح يكون أقل يعني أكثر عفوا من 10 أيام أو أسبوع. ما باستطاعتك ان تطبق ما تريده من 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 فكر على اللاعب، وخاصه انه اغلب اللاعبين لحد اللحظه ما متجمعين مع بعض لفتره طويله. ما مفتح مين فكر المدرب، احنا مشكلتنا اللي ذكرناها قبل قليل هو عدم ثباتنا على كوادر فنيه، احنا لو ثابتين على كوادر فنيه وعلى اقل تقدير نعطيك مثل كابتن راضي شنيشل في التصفيات كأس العالم، لو مستمر لحد اللحظه مع المنتخب الوطني صار عنده اكثر من محطه يكون قريب من اللاعب يوصل له فكره. كان ممكن هذه الفتره ممكن ان يكون قريب من اللاعب توضح الصوره للاعب ما يريده من عند المدرب. الكابتن باسم قاسم رغم خوضه بطوله الخليج وخوضه كثير من المباريات اللي كانت مع المنتخب الوطني، بس ايضا كانت الفتره قصيره تجمع اللاعبين مع المدرب. ذكرت لك الفتره المثاليه لاعبنا معتاد على المعسكرات الطويله لسبب رئيسي انه اساسه ضعيف، ما عنده المقدره على انه يقبل فكر المدرب، خطط المدرب، وهذا يعتمد على اساس اللاعب. احنا دائما ما نذكر انه اساس لاعبينا اغلب لاعبينا هو اساس ضعيف، يتطلب من المدرب وقت طويل حتى يعالج، وهذا ذكره اعتقد في قبل لقاء يمكن سابق الكابتن باسل قاسم ذكر اساس لاعبينا ضعيف جدا، واحنا اللي تخلق لنا المشاكل في المباريات هي اخطاء الفرديه اللي هي تعتمد على اساس اللاعب. لهذا السبب اعتقد في رايي الشخصي يحتاج الكابتن باسل قاسم لوقت طويل من خلال توقف الدوريات، هذا الامر ما راح يحصل عليه من خلال اذا ما يعني مشت دوريات العالم. طيب كيف ما راح يصير عندنا مشكله هنا، يعني خلينا نقول الدوري راح ينتهي في منتصف السابع. نعم. او هناك تصريح اخر يقول لك بالزايد يعني نذكر بدايه الثامن افضل، يعني نعطي وقت نهايه السابع بدايه الثامن. ممكن. طيب اللاعب انت تعرف اصل وضع اللاعبين يعني. فعلا. بعد انتهاء دوري ما يراد لهم تقريبا في اسبوعين ثلاثة اسابيع فتره راحه. هذا طبيعي جدا. زين بعدها راح يكون هناك معسكر تدريبي للمنتخب، ما بين المعسكر وما بين النادي اللي يريد اللاعب مالته حتى يدخل به معسكر، شلون راح تنحل الامور؟ يعني هو من الطبيعي جدا ان يكون اللاعب مع المنتخب الوطني. على اقل تقدير هو اعداد اللاعب بالمنتخب الوطني راح يفرق عن الاعداد في النادي. لاسباب رئيسيه راح يجيك اللاعب مؤهل بدنيا 100%. لان في رايي الشخصي انا كنت لاعب منتخب وكنا نخوض تمرينات بالمنتخب تفوق ما نخوضه في انديتنا. يعني كحمل تدريبي اتكلم لك. قدوم اللاعب من المنتخب للنادي اعتقد ناحيه ايجابيه من الناحيه البدنيه وهي فتره اعداد. تبقى انه عندك يمكن وقت قصير راح يكون لمدربين الانديه وهذا يمكن راح يسبب لهم مشكله. أيه. انه تعرف احنا مشكلتنا ايضا في انديتنا كل سنه تغيير مدربين. صح. يعني هو احنا مشكله ها ايضا نعاني منها بالانديه، لو اكو ثبات بالانديه ايضا واكو استقرار على الكوادر الفنيه بالانديه هذه ما راح تقع مشكله، يعني على سبيل المثال مدرب القوه الجويه استمرار الموسم القادم مع فريق القوه الجويه حتى وان ذهب اللاعب من يجي ما يتجاوز يمكن الاسبوع وهو هاضم فكر المدرب ما يريده من عنده كثير من الامور، يحتاج الى جانب بدني وهذا متوفر عنده بالمنتخب. رجوعه من المنتخب للنادي ما راح تكون مشكله للنادي، بس احنا مشكلتنا كل سنه الانديه تغيير مدربين، تغيير لاعبين، وده تخلق لهم مشكله انه المدرب ده يطالب فتره طويله حتى ممكن ان يخلق الانسجام، ان يوصل فكره للاعبين، وهذه ده نعاني من عندها في اغلب الانديه، وده تنعكس ايضا على المنتخبات، ايضا الفتره القصيره اللي مرت خلال سنه ونص او سنتين، شاهدت انت يمكن ذكرنا احنا موضوع المدربين ما راح نتطرق له لان ما عاد استقرار فني على اي مدرب، فتره طويله خضنا يمكن بها تصفيات كاس العالم. كم وقت ويا الطلبه كمباراه؟ يعني احنا بقينا مع الطلبه بحدود 10 مباريات يمكن 3 اشهر. بس يعني هذا جانب ما يخص الاداره، مو هم اللي بعدونا، احنا ابتعدنا لاسباب يعني ماديه، بس هو هذا ايضا اثر على مسيره الفريق. ولو هذا غير موضوع هو لا يربط. انتم بالبدايه ما عرفتوا بانه وضع طلبه هذا وضعهم المادي صعب؟ يعني احنا بالنسبه لنا استاذ هشام نعرف وضع الطلبه، بس احنا كان ابتعادنا عن الفريق يعني من اجل اللاعبين، واللاعب ما استلم مستحقاته يعني هو اللاعب نفسه من اجل الطلبه، ما يعرف انه النادي ما بفلوس. هذه انا ذكرتها امام الاداره، ذكرت لهم انتم اغلب اللاعبين اللي وقعوا لفريق الطلبه هم على يقين انه فريق الطلبه ما عنده فلوس، وحاليا انتم تتذمرون تطالبون بالاموال وما تؤدون واجبكم بشكل طيب، وانتم تعرفون بوضع النادي. احنا يعني خلال تسلمنا هذه الفتره يمكن ما استلمنا مبلغ بسيط جدا يعني ما يقيم المجهودات اللي بذلناها خلال 3 اشهر، يعني على سبيل المثال حتى وان كان راتب شهري فهو راتب بسيط جدا.
لاسباب انه ذكرت لك انه احنا على درايه تامه بوضع النادي. حتى خروجنا ما طالبنا باموالنا استاذ هشام، طالبنا باموال اللاعبين، لان سبب رئيسي بهبوط مستوى فريق الطلبه الفتره الاخيره انه اللاعب صار عنده تذمر، ما يتقبل من عندك الجانب الفني. اذا ما توفر له مستلزمات اللي هي ممكن الشخصيه، وهو هذا اللاعب من حقه، بس ذكرت لك لسبب رئيسي انه ممكن ان تحاسبه انه هو على درايه تامه بوضع النادي. ممكن ان تحاسبه بهذا الجانب، بس هو كحق طبيعي للاعب انه انت توفر له الاموال. طيب كابتن، انا حتى ارجع للموضوع مره اخرى، لكن اكو سؤال. يعني كثير من الانديه موجوده بدورينا تحدث عن نادي الحسين، كربلاء، غيرها من الفرق، هم ما عندهم فلوس. ما عندهم فلوس، بس يعني بين فتره وفتره قاعد نلقى لهم نتيجه طيبه امام فريق. فلا. نلقى لهم في الطفره مباراتين ثلاثه وبعدين يهبط المستوى. احنا نتحدث هاي انديه مو جماهيريه وما عليها ضغط. بالفعل هي هاي المشكله، هاي يمكن نقطه اساسيه. يختلف النادي الجماهيري عن النادي اللي ممكن حتى ما نبخس حق الانديه، هي مو مغموره بس غير جماهيريه، ما عليها ضغوطات. فريق الطلبه تسلسله اذا كان بعد العاشر مشكله كبيره لجماهيره. بينما الحسين، الحدود، هذه الفرق ممكن ان تتجاوز العاشر والمراكز الاخيره. لا انا ارد اسال، اللاعب هم ما عنده فلوس، هم ما عنده فلوس بهاي الانديه. فعلا. ليش قاعد يقدم؟ ليش قاعد يلعب؟ تختلف، ذكرت لك استاذ هشام. هاي واحده من الاسباب الضغط الجماهيري، اكو فرق مو جماهيريه. فعلا. هذا رقم واحد، رقم اثنين. السبب الثاني انه ثقافه لاعبينه انه انت تلعب حاليا فريق الحدود، غايتك انه انت تخلي فريق الحدود او الحسين او هاي الانديه هي محطه تنتقل بها للانديه الجيده. خلال تواجدك بهذا النادي انت تنطي كل عطائك، تبذل كل مجهوداتك حتى ممكن ان تكون عليك الانظار تنتقل الى نادي صح ثاني. صح. هذا ده يكون مردوده ايجابي. اللاعب من ده يوصل فريق الطلبه فريق جماهيري، رغم انه المشاكل اللي يعيشها، بس هو فريق جماهيري، يبقى فريق الطلبه فريق جماهيري. قدومه لهذا النادي بعد توقيع على العقد تتغير الامور. يعني هو اجى للنادي عنده درايه تامه بوضع النادي، بعد توقيعه للعقد يريد يطالب بمستحقاته، يريد يطالب بكثير من الامور اللي هو على درايه تامه بها، تتاثر على مستوياتهم من خلال مسيره الدوري، بالاضافه الى نقطه اساسيه ذكرت لك استاذ هشام، اكو فروقات كبيره، الجماهير لها تاثير كبير على نتائج الفرق. وانت شاهدت الفتره الاخيره مع عاش فريق الزوراء كان ممكن ان يفقد صداره الدوري من خلال ضغط الجماهير على الكادر الفني واللاعبين. كان مطالبين الفريق انه يبقى بالصداره. سببت لهم ضغوط ممكن تجاوزوها في مباراه الديوانيه الاخير. صح. خرجوا من هذا الضغط وممكن ان يرجعوا لوضعهم الطبيعي، بس لو مستمره ممكن لو متلكئين في مباراه الديوانيه انا كان صارت المشكله اكبر. كان الدوري ضاع بنسبه كبيره من الزوراء، انا اضمن لك. لسبب رئيسي كان زادت ضغوطات على الكوادر الفنيه، كان زادت ضغوطات على اللاعبين، وهذه مشكله اساسيه يمكن تلاقي فريق الطلبه انه الجماهير خاصه المباراه يمكن الصناعات الاخيره شاهدت، يمكن اذا ما سمعت كان اكو بعض الجماهير طالب من اللاعبين انه ما يخوضون المباراه، كانوا متواجدين بالملعب يطالبون اللاعبين، حتى يمكن حدث مشاكل ما بين اللاعبين والجمهور الفتره الاخيره. احنا خلال تواجدنا مع فريق الطلبه كسبنا جانب مهم جدا استاذ هشام اللي هو الجمهور. من خلال النتائج ما اذكر لك الممتازه، نتائج جيده تناسب وضع فريق الطلبه، ما يمتلكه من اموال وما يمتلكه من لاعبين. احنا من كان تسلسل 14 رجعنا بالفريق تقريبا تسلسل سابع او ثامن، وكان عندنا ممكن حتى فرصه نصير خامس او سادس. تتناسب مع امكانيات الفريق. مع حسب الوضع. الجمهور كان مساند للفريق خلال هذه الفتره اللي كانوا معانا. احنا بعد هذه الفتره شاهدنا اللاعبين ممكن ان يخسروك هذا الجانب، وبالفعل حدث من خلال الخسارات المتتاليه، شاهدنا اللاعبين ما عندهم تقبل للجانب الفني بسبب الاموال. ابتعدنا لسبب رئيسي ذكرت لك انه اللاعب بالفتره الاخيره ما يتقبل من عندك الجانب الفني لعدم تواجد الاموال، وبالفعل حقه لو مو حقه؟ بنادي الطلبه؟ اي لا مو حقه. لسبب رئيسي استاذ هشام ذكرت لك انه انت ذكرته، اللاعب على درايه تامه انه فريق الطلبه ما يمتلك الاموال. حالنا كحال احنا ككادر تدريبي هسه انت تحاسبني، ذكرت لي ليش خرجتوا من الفريق وانتم على درايه تامه؟ خرجنا للفريق مطالبه باموالنا. انا لو طالبت مطالبه باموال اللاعبين احنا عندنا درايه تامه بوضع النادي، والسبب الرئيسي انه الوزاره هي اللي مسببه مشكله للنادي. حال فريق الميناء اللي تسلسله الان ايضا متاخر بسبب الضائقه الماليه وعلاقته بالوزاره. بصراحه انا اعتذر من الكابتن عادل ناصر، البارحه وصلتني رساله لكن يعني سهوا ما قدرت اقراها، يعني كتب السلام عليكم استاذ هشام، اسال سؤال، لماذا مجلس الوزراء يطبق
على نفط الجنوب ولا يطبق على بقية الأندية النفطية وكذلك المؤسساتية. مع العلم كانت ميزانيتنا 3 مليارات والوزارة تقول نطبق قرار مجلس الوزراء وإذا لم يعطونا حل فإننا ننسحب من الدوري. هاي إحدى المشاكل. هاي واحدة من المشاكل. يعني يقول ليش هذا القانون يطبق على نفط الجنوب؟ على نفط الجنوب وما يطبق على بقية الأندية الموجودة ضمن وزارة النفط. يقول ليش بس إحنا؟ هاي مشكلة. يقول إحنا ميزانية. المشاكل اللي ذكرتها. يقول إحنا ميزانيتنا 3 مليار. هاي مشكلة. يعني هو. يقول إحنا نسعى على هذا الحال إحنا راح ننسحب. ممكن طبيعي جدا حتى وإن ما نسحبه أيضا راح تأثر على مردوداتهم الفنية. لاعب من متوفر للأموال راح ينعكس على مردودك الفني وعلى نتائجك وهذا أمر طبيعي جدا. إحنا المشكلة الأساسية يجب أن نقوم بها حتى نشوف دورينا بشكل مثالي. كل الأندية حاليا اللي متواجدة بالدوري كل ولا نادي كلهم تابعين لأندية مؤسساتية. يجب على هذه المؤسسات إما بدعم الفريق من بداية الموسم أو تبتعد عن الفريق حتى ممكن أن ينسحب من الدوري. أنت تخلي الفريق ما بين معلق ما بين انه انت تدعم الفريق وما تدعمه هاي خلقت مشكله للنادي من البدايه. يقول له يابا ترى انا ما ادعمك بالضبط صار روح القى لك حل تلقى لك مستثمر بالضبط تسوي لك فد شغله تجيب لك دعايات اعلانات الفريق هذا ومشي امورك بي. انا بالنسبه لي ما ادعمك بس مو من البدايه اقول لك اوكي هذا الصك وبعدين زين وبعدين اقول لك لا والله يعني الامور ما قاعده تعجبني. خلقت مشاكل استاذ هشام لكل الانديه يعني انت شاهدت انا كنت يعني صراحه فريق النجف يعني خالف في حسابات المنافسين على لقب الدوري، فريق الميناء حتى الطلبه مو منافسين بس كان وضع افضل. هذا من بدايه الموسم بالضبط من كنا نسمع بالضبط استاذ هشام، احنا كنا متابعين وكنا نحلل المباريات، فريق النجف قدم مستويات مثاليه، فريق الميناء كان فريق مثالي. غياب الاموال خلقت له مشاكل، بالاضافه لتقاطعات الاداريه مع الوزارات صح. خلقت مشاكل لهذه الانديه خلتها تبتعد عن المنافسه. حتى بعدت الجماليه الدوري جماليه الدوري ايضا فقدناها كل ما زادت دائره المنافسه. هسه انت شاهد دائره المنافسه محصوره ما بين 4 فرق عكس ما كانت المواسم اللي فاتت كان فريق واحد هو يمتلك الاموال وهو متصدر الواجهه وممكن ان ياخذ لقب الدوري وباقي الانديه تكون خلفه. الان 4 فرق هي عندها حظوظ من المنافسه على لقب الدوري زادت جماليه الدوري وخلتنا نكون مستمتعين بالدوري فنيا بالاضافه الى الملاعب البنيه التحتيه ايضا بدها تكون عامل سلبي على اغلب الانديه اللي ما تمتلك ملاعب. ممكن ان تتعاون وزاره الشباب والرياضه وهذا يمكن رجاء من متابعين من رياضيين خلي يكون تعاون وزاره الشباب والرياضه لان هي هذه الملاعب بنيت للانديه. احنا المنتخبات بالسنه ممكن ان نلعب على ملعب البصره او ملعب كربلاء ممكن مباراه او مبارتين صح؟ بس هو الدوري على مدار سنه كان ممكن ان استثمر هذا الملعب للانديه، اذا ما اعطيت هذه الملاعب للانديه وحتى وان كانت بمبالغ زهيده لان احنا لازم نقدر وضع الانديه، ما من الصعب جدا ان تعطي ملعب كربلاء لفريق كربلاء بايجار بمبلغ عالي، هو ما يمتلك الاموال اللي يسدد اللاعبين. هذا ايضا جانب مهم جدا نخليه في حساباتنا الموسم القادم واعتقد الرجل وزير الشباب والرياضه اذا ما استمر بعمله احنا راح نصادف الفتره المقبله انتخابات، رجل متعاون ومتفهم للموضوع. إذا ما نريد نشاهد دوري مثالي عاملين أساسيين إذا ما طبقوا أنا في رأيي الشخصي راح نشاهد دوري على مستوى عالي من الناحية الفنية وراح تكون دائرة التنافس دعم المادي بالضبط من المؤسسات بالإضافة إلى توفير الملاعب حتى وإن كان بس للصيانة إيجار الملاعب لصيانة الملاعب يعني مبالغ يعني زهيدة يعني ممكن حتى تستثمرها من تواجد الجمهور بالملعب نكون لك نسبة في كل مباراة متذاكر بالضبط يعني مباراة القوة الجوية والزوراء اللي قيمت على ملعب الشعب أو الشرطة والزوراء أو الأندية الجماهيرية متلعب مع بعضها على ملعب الشعب 50,000 متفرج في 5,000 أستاذ هشام ضربها مبلغ عالي جدا مبلغ. ممكن أن تقسم هذا المبلغ ما بينك وبين الأندية أو تأخذ نسبة 20 أو 10% أو 30% على سبيل المثال إحنا نذكر وتاخذ نسبه ممكن ان تؤدي صيانه لملعب الشعب او الملاعب الباقيه حتى ما تسبب مشكله للانديه ياخذ نسبه من ياخذ نسبه ممكن يسدد بها اموره صح. احنا شاهدنا فريق كربلاء حتى بالوقت الحالي ممكن ان ايرادات حتى مباراه الان قوة جوية ما طول المباراه تقام في ارض كربلاء ممكن نسبه بسيطه نسبة اخصصها للنادي 5% بالضبط استاذ تحلك مشكله تحلك مشكله فعلا ما طول بعد قاعدين نتحدث عن الدوري نتابع تقرير للزميل عماد الركابي اللي اعاد التقرير عن دورينا نتابع. دورينا ومنافساته هذا العام ومدى القوة في الأداء والمنافسة بين الفرق. وعلى الرغم من وجود 4 أندية تنافس على صدارة الدوري وعلى الدرع
إلا أن المستوى العام للمنافسة لم يصل إلى درجة الطموح الكافية، فمن يرى قاموس المنافسة وسلم الترتيب يشاهد هناك أكثر من فريق مهدد بالهبوط إلى الدرجة الأولى، ناهيك عن شحة تسجيل الأهداف وعدم وجود هدافين بأرقام كبيرة في بداية الدوري، لكن الأرقام تغيرت في الجولات الأخيرة وبات متصدر سجل الهدافين هو اللاعب أمجد راضي المخضرم، والذي يرتدي قميص القوة الجوية برصيد 15 هدف، يليه مهند علي ميمي لاعب الشرطة ووسام سعدون لاعب نفط ميسان ب14 هدف، أرقام في دورينا الذي قد يكون الأقل تسجيلا للأهداف، وربما الأمور والتحفظ الدفاعي سيزداد في الجولات القادمة بالذات من الفرق المهددة بشبح الهبوط مع استمرار ضياع الفرق الكبيرة، ومنها الطلبة الذي ما زال يعاني من مشاكل كبيرة ويقف في المركز 13، كيف لا وهو دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتغيير عدد المدربين الذي وصل إلى 4 في علامة فارقة لا تحمل شيئا من تاريخ الأنيق الذي ليس وحده من يعاني، فالميناء البصري هو الآخر في دائرة النتائج السلبية، لكنه استعاد قوته في الجولات الأخيرة. عماد الركابي، العراقية الرياضية. شكرا للزميل عماد الركابي. وصلتني رسالة كابتن خصوص الطلبة، تقول صح خروجكم من الطلبة انه اللاعبين خذلوكم بعد ان رفضوا يلعبون الا بالفلوس، وجبتوهم اجتماع مع رئيس النادي على اكاظو وقلتوا لهم وما حكوا وانتوا طلعتوا لان اللاعبين يعني لا هو استاذ هشام، حتى اللاعبين احنا ما دخلنا بحوار مع اللاعبين، احنا لامسنا واقع، الواقع اللي شاهدناه بالفتره الاخيره انه اللاعبين يطالبون بمستحقاتهم يعني للاداره يعني مو من عندنا، بس احنا شاهدنا الفتره الاخيره طالبتوا اجتماع بين اللاعبين وبينكم ومع رئيس النادي، هذا 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 وما حكوا قدام رئيس النادي، ما تكلموا باي موضوع، وعدهم رئيس النادي الكابتن علاء كاظم اليوم 20/4 والكل وافقوا على الموضوع، بس انا ذكرت له نصا قبل خروجنا، انا كنت متواجد بالوحده التدريبيه الاخيره والكابتن كان عصام محمد اعتذر عن كان عنده ظرف عائلي واعتذر عن الوحده الاخيره للتدريب، انا ذكرتهم نصا قلت له هذا الكلام ما راح ينعكس على الواقع، قلت له هم وعدوك بس بداخلهم شيء والواقع غير شيء، وهذه الاربع مباريات والله العظيم استاذ هشام نصا اذا حصل الطلبه ذكرت له 4 نقاط راح يكون هذا الامر ممتاز، الاربع مباريات ولا نقطه لسبب رئيسي انه احنا اللاعبين عاشرناهم 3 اشهر ودخلنا بكل تفاصيل الجوانب النفسيه لا يعني وجوانب الامور، القصد ان كانوا يطالبون الكادر التدريبي بالاموال، بس عد ما يواجهون رئيس النادي يسكتون. هاي كل مو فقط لاعبين الطلبه، كل لاعبين الدوري من يجي يتكلم امام المدرب شكل ومن يحضر رئيس النادي يتغير كل كلام. هذا من زمان لسبب رئيسي، حتى ممكن ان يضمن له ممكن بقاء الموسم القادم، ممكن حتى ممكن ان الاداره ما تبعده، وهذا كنا نعيشه من زمان يعني هذا الجانب، ما عدا الناس اللي عندهم ثقه بنفسهم. مع احترامي هم صدق الكوادر التدريبيه من يانا ما طول هذا الموضوع، اذا هذا الموضوع هو موجود ومتعارف عليه من قبل اللاعبين، عندما يطالب اللاعب بالاموال يقول له اخوي شغلتك مو يمي روح الرئيس النادي. هذا دائما كنا عاملين به استاذ هشام، قبل هذه الفتره احنا كان تواجدنا مع الفريق امور فنيه فقط، الفتره الاخيره ابتعدنا عن الامور الفنيه ودخلنا بهذه التفاصيل لان شاهدنا اكو انعكست على مردود اللاعبين، دخلنا بهذه التفاصيل وكنا طرف بالموضوع، يعني ما دخلنا بالموضوع، هذا جانب اداري بحت، هذا معمول به على مستوى العالم. صح. الامور الماليه ما من اختصاص الكوادر الفنيه، الامور الاداريه اختصاص الاداره، بس احنا كنا طرف بالموضوع انه على اقل تقدير مبلغ بسيط ممكن ان يمشي امور اللاعبين، هم كان عندهم قناعه بهذا الجانب لان اغلب اللاعبين ما يمتلكون الاموال العاليه، ما مثلوا انديه ممكن ان يكون يوفر له مبلغ جيد يمشي به اموره ممكن ان يتحمل وضع النادي، فهذا جانب مهم جدا، اغلب اللاعبين كانوا بحاجه على اقل تقدير المبلغ بسيط حتى يمشون امورهم به، هذا النادي ما وفر هذا المبلغ للاعبين، وذكرت لك هو سبب ابتعادنا كان
الجانب الاساسي هو من عدم توفير الاموال، وايضا تشاهدت بعد ابتعادنا اربع مباريات اربع خسارات. تاثير هذا الواقع العام بالدوري اللي يعني هي نفس المشاكل تنعاد كل موسم. فعلا. فلوس ماكو. هذه كرتك استاذ هشام. حكام. لا مشكله الحكام استاذ هشام حتى نكون واقعيين، انت شاهدت مباراه ريال مدريد وبرشلونه قبل ايام قليله. حكم المباراه اثر على نتيجه المباراه بشكل كبير. اخطاء الحكام بالفتره الحاليه عوزها لسبب رئيسي، رغم انه اكو تقصير بحكامنا من ناحيه الجوانب الفنيه، انه اكو اجتماعات، اكو يعني موضوع اللياقه البدنيه، اكو كثير من الامور لازم تطبق على الحكام، ايضا بالاضافه الى نكون محاسب للحكام، اكو من هذا الجانب يعني اكو تقصير فيه. بس الفتره الاخيره استاذ هشام كره القدم الحديثه تطورت بسرعتها بكثير من الامور، بتقنيات النقل تخلق مشاكل للحكام. تقنيات النقل يعني احنا هاي ترى المشاكل مال الحكام من زمان موجوده، بس قبل كنا نصور المباراه من كاميرا واحده او كاميرتين او ثلاث كاميرات، من الصعب جدا ان تجد حاله. بس عاد ما صورها بعشر كاميرات بالضبط راح تكون مشكله للحكم، وهذا ما حتى ما بدا يكون ضغوطات على حكام العالم. حكام العالم من شاهد لقطه هي القرارات الحكم ترى بجزء من الثانية، صعب جدا أن يكون تقديره، بس أنت من تجلس أمام كاميرا وتحللك الموقف، وهذا صراحة أنا طالب به شخصيا. يعني دخول تقنية الفيديو تكون حد. أما الناس اللي تذكر ضرورة ملحة 100% أستاذ هشام، أما الناس اللي تذكر راح تكون ملل، راح تكون مباراة الحكم بالعكس فريقي يروح حقه. فقط بالقرارات المؤثرة ممكن أن تدخل تقنية، يعني ما من المعقول قرار تحكيمي في وسط الميدان فاول ونذهب الى تقنيه الفيديو، اعتقد هذا الامر معيب جدا. قرار ركله جزاء، كره تجاوزت خط المرمى، هذه الامور ممكن ان تدخل بها تقنيه الفيديو او هدف من حاله تسلل ممكن ان تطبقها، بس اما باقي القرارات اعتقد تعطي حريه لحكم المباراه راح يكون بشكل مثالي، لسبب رئيسي الاخطاء متكرره. حتى في مباراه بايرن ميونخ وريال مدريد ايضا كان اكو اخطاء. مباراة برشلونة وريال مدريد الأخيرة أخطاء. هناك أخطاء في دوريات العالم كلها حدثت الأخطاء، هذا جانب مهم جدا. سرعة كرة القدم بالانتقال بالإضافة إلى ذكرت لك التقنيات الحديثة بالتصوير تبين عيوب الحكام، في رأيي الشخصي لما دخلت تقنية الفيديو راح تكون حل للحكام، بالإضافة أنه راح تعطي حقية للمتنافسين من خلال المباراة. كابتن صفوان إن شاء الله يكون الحديث تتم وبقية إلى نهاية الشهر السابع، وأكيد إحنا متواصلين، عندك استحقاقات كبيره لمنتخباتنا الوطنيه، نتحدث عن كاس اسيا قبل معسكرات تدريبيه، مباراه وديه رسميه، نتحدث ايضا عن دورينا وصولا الى نهايه الشهر السابع او بدايه الثامن، نتمنى انه تمشي كل هاي الامور خليها بقوسين يعني بسلام. مو؟ اتمنى هذا الشيء، بصراحه احنا مشكلتنا بدنا نعاني من عندها خاصه بدها تنعكس بالسلب على منتخباتنا على انديتنا. وهذا الواقع كله. الواقع اللي بدنا نعيشه واقع سيء جدا، يجب علينا ان نتصافى، يجب علينا ان نخطط بالشكل الصحيح، اذا ما خططنا بالشكل الصحيح اعتقد راح يكون وصولنا بشكل مثالي. رساله اريد اوجهها للكابتن باسم قاسم، من الان يجب عليك ان تحضر لنهايات كاس اسيا، من الصعب جدا ان ننتظر لمباريات وديه، بالاضافه بكل الاحترام والتقدير للكابتن باسم قاسم، يجب ان يكون هناك مستشارين، طبيب نفسي، كثير من الامور اللي تستخدمها تقنيات التدريب الحديث بالوقت الحالي الى محلل فني الى كثير من الامور يجب ان نفعلها بالمنتخب الوطني حتى ممكن ان تسعفنا من خلال البطوله. علينا ان نواكب العالم بالحداثه، طبيب نفسي ضروري جدا للمنتخب الوطني بالاضافه الى محلل فني بالاضافه الى مستشارين يكونون قريبين من الكابتن باسم. طلب من اتحاد الكره في الاجتماع الاخير طلب المستشارين وطلب محلل فني بالاضافه الى طبيب نفسي. خلينا نفعل هذا الجانب، خلينا نفعل استاذ هشام ضروري جدا، وانا يمكن انسان اكاديمي والان في دراسه ماجستير، الجانب النفسي له تاثير كبير على اللاعب. صح. واحنا لاعبين عاطفيين يفتقدون للاساس، ممكن ان يتاثر في اي موقف، ممكن اذا ما كان طبيب نفسي ممكن ان يعالج لهذا الموقف، ممكن ان يكون مستوياتهم ثابته من خلال البطوله ونحقق نتائج طيبه. شكرا جزيلا للكابتن صفوان عبد الغني اللاعب الدولي السابق والمحلل الكروي، شكرا جزيلا لحضورك. اذا احبتي المشاهدين كنا معكم وحلقه من برنامج بالسنتر، على ان نلتقيكم في حلقات قادمه، الى اللقاء.